جميل للست أم كلثوم بتقول فيه: ما بقولش في علمك غير الله. الله 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 يا حبيبي على علمك. الله الله. تابعوني في حلقتنا لليوم. المدرس عموما ودكاترة الجامعة خصوصا راح أقول لكم إنه هم ينقسمون إلى قسمين مثل الممثلين بالضبط. في ممثل مؤدي وفي ممثل بارع. فأنا أبغاك ما تزعل لو شفت اللي هو الممثل المؤدي، لو كان أستاذك أو دكتورك الجامعي ممثل مؤدي فعادي، هذا يقدم رسالة وانتهت رسالته. لكن الممثل البارع هو اللي يترك فيك أثر هنا وهنا. الأثر هذا إما يكون أثر ملهم، إما يكون أثر يعطيك أمل، أو إما يكون أثر يخليك تنتج. رح أعطيكم إكزامبل. طبعاً كانت عندنا دكتورة في الجامعة درسنا مادة C++. الدكتورة هذه طبعاً كانت تجينا الله يصلح حالها شعرها الكيرلي منكوش كأنها توا قايمة من النوم، وتدخل علينا بالكافي حقتها. لازم تشرب اللي هو الكافي حقتها عشان يزبط هذا. لو ما شربت يعني نلاقي الأكواد ملخبطة والدنيا حايسة والموضوع صعب. وفي المقابل كان برضو عندي دكتور جامعي الله يذكره بالخير، إلهي يا رب ويحفظه وين ما يكون. هذا الدكتور إنسان ملهم، إنسان مبدع، إنسان بالفعل عبقري. يعني يوم اللي تكون محاضرته، طبعا أنا بحياتي ما شفت هذا الإنسان، لكن لما تكون محاضرته أجلس كذا أسمع للمعلومات، وبعد بالفعل كل معلومة بقولها أقول الله، جد الله سبحان الله. ما كان يكلمنا في أمور الشخصية، ما كان يكلمنا في أمور الدنيا والحكم والناس اللي مثلا تطلع لك تقول لك كلام يعني عن الحياة وعن الاجتهاد والكلام هذا، ما كان يكلمنا أي شيء. كل كلامه كان في المنهج، كل كلامه كان في الماتيريال حقة اللي هو الجامعة. لكن بالفعل كل مرة يجيب لنا معلومة يعني من برا أصلا الكتاب، يعني أروح بعدين للبيت أصير إني أدور وأصير إني أبحث. علشان كذا لا تزعل أبدا لو أنت شفت دكتور مؤدي، ما شفت دكتور فنان، ما شفت دكتور مبدع، ما شفت دكتور ملهم. كذا كذا أنت في حياتك الجامعية راح تقابل هذولي النوعين، الدكتور اللي هو المؤدي والدكتور الملهم. كثير دائما أسمع من البنات اللي أدرسهم: الله على شرحك يا أستاذة. وأسمع دائما هذه الكلمة وأكون جدا فخورة فيها. ليش؟ لأنه سبحان الله الملكة هذه أو الميزة هذه اللي تكون في مدرس ما تكون في مدرس ثاني، هي إمكانيات رب العالمين تفضل بها علينا. يعني أنا لو أنا جبت مدرسة وجلست أدرب فيها 5 سنوات أو 10 سنوات، ما راح تكون مثلا بإمكانية مدرسة رب العالمين سبحان الله معطيها إمكانيات إنها تعرف توصل المعلومة، معطيها إمكانيات إنها تعرف تتكلم، معطيها كاريزما، معطيها حضور. هذا كله يفرق جدا في عملية التدريس وعملية التعليم in general. علشان كذا حاول قدر الإمكان إنك تعرف مين اللي قدامك من الدكاترة وتستفيد منه. إذا شفته دكتور مؤدي يؤدي حصته ويطلع يشرح ويشرب الكافي حقته ويطلع، فحاول قدر الإمكان إنك أنت تروح على resources من برا، تروح على مراجع، تسأل ناس، تحاول إنك تدخل كورسات أونلاين، تحاول إنك تحضر يوتيوب، علشان هو ما راح يكفيك، هو غير مشبع، هو غير كفاية. لكن لما يكون عندك دكتور إيجابي ملهم معطاء فحاول إنك تستفيد منه. في مثل دائما أخوي يقول لي إنه إذا كان حبيبك عسل، في المثل يقول لا تلحسه كله. أخوي يقول له إيش؟ أقول لا ألحسه كله. ليش؟ لأنه هو عسل، لأنه هو بالفعل يعطي شهد، يعطي عسل. فعلشان كذا لما يكون عندك دكتور اللي هو ملهم ومعطاء حاول إنك تستفيد من خبراته، تستفيد من معرفته، اسأله كثير، ازعجه كثير، حاول to contact with him أو her يعني by الإيميل، by الواتساب. حاول إنك حتى تستفيد من الكاركتر حقته، لأنه هذول الناس بالفعل ينعدون على الأصابع. راح تشوف خلال مسيرتك التعليمية أو خلال مسيرتك التعليمية في تقريبا عندك 3 أو 4 دكاترة أنت مستحيل تنسينهم، أنت مستحيل تنساهم، وعلى مر السنين راح تقول إنه هذا أثر الدكتور الفلاني علي. أتمنى يا رب إني أكون واحدة من الناس اللي تسوي لكم أثر طيب في حياتكم، وما تنسوني من خالص دعائكم. أشوفكم إن شاء الله بالنيكست إبيسود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.